مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. كل اللي بيحبوا الثقافة والفن والارت لازم يجوا على كندا ناشونال جاليري. هذا المتحف اللي شايفينه متحف من اكبر المتاحف اللي موجودة في كندا، ويعتبر من اكبر المتاحف اللي في العالم. منظره جميل جدا 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 رائع زي ما انتم شايفين وراي. هذا من الخارج، حورجيكم الان من الداخل بعض الصور لانه ممنوع تصور جوا، بس حورجيكم بشكل طبيعي. هذا المكان يعني بحطوا فيه كل الارت تبعون الفنانين. شوفوا من هون لازم الصمت. عاملين يعني اشياء فنية، لوحات. البرايسز عشان تدخلوا على هذا المكان هحط لكم اياها الان. هذه الشغلات الموجودة في المتحف اليوم في الاسبوع هذا. هاي هم هون 16 للأدلت بلس تاكس، والسينيورز 14، اللي اقل من 24 سنة 8، والعائلة 2 و2 32، الاطفال اقل من 11 سنة مجانا. أوريكم بشكل عام الفلور بلان زي ما انتم شايفين. في 2 ليفلز بس، او في الجراوند ليفلز وفيهم زي ما حكينا لكم هذا المكان رائع جدا. اذا حابين تيجوا وتزوروا اتوا لازم تزوروا هذا المتحف، لانه خاصه اللي بيهتموا بالفن والارت والثقافه والشغلات هاي. مكان جميل، شوفوا كيف الديزاين تبعه رائع. نراكم في فيديو قادم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.